مرحبا سابع، اليوم راح أعطيكم بس مراجعة سريعة على اللي شرحناه بالفيديو السابق عن الغليان. بدك تعرف إنه لكل مادة درجة غليان تبدأ عندها الجزيئات والتحول من جميع أجزاء السائل من الحالة السائلة إلى الغازية بالتسخين. كل سائل ببلش يغلي عند درجة غليان خاصة به، عشان هيك في عندي إشي اسمه مفهوم درجة الغليان، بينما التبخر يحدث عند أي درجة حرارة بعد التسخين بفترة زمنية قصيرة. أما الغليان فهو لابد أن تصل المادة خلال تسخينها إلى درجة غليان لتبدأ عندها الجزيئات بالتحول من جميع أجزاء السائل، وليس فقط السطح السائل تتحول إلى الحالة الغازية. طبعا البخار، بخار أي مادة عندما يواجه سطح بارد بفقد حرارته وبرجع الجزيئات الغازية بتقترب من بعض وبتتحول المادة إلى الحالة السائلة. كأني برجع بذكرك وبحكي لك إنه التكاثف هو عملية عكسية للتبخر، كويس؟ التكاثف والغليان، كويس؟ التكاثف هو العملية العكسية لهاتان العمليتان، وبينا لكم من خلال هاي المنحنيات اللي أمامكم إنه كل مادة لها درجة غليان، وكل ما كانت المواد متطايرة معناتها بتتبخر على درجات حرارة أقل، يعني ممكن تاخذ بس درجة حرارة الغرفة تكون كافية لأنه هاي المادة تتبخر خصوصا بأيام الصيف، وما فيش داعي إنك تحطها أو تزودها بمصدر حراري. هلا لما إحنا بنجيب لكم منحنيات بدك تعرف إنه عشان تطلع درجة الغليان بس تشوف المنحنى مع مرور الزمن بلش هيك شكله خط مستقيم موازي للمحور الأفقي، بتقرأ من هون القراءة اللي هي بتكون درجة الحرارة اللي إحنا بنكون عيناها وأنشأناها على هذا المحور العمودي، كويس؟ عشان تطلع من المنحنى درجة غليان أي مادة بس تشوف المنحنى بلش ياخذ شكل الخط المستقيم الموازي لهذا المحور السيني الأفقي، بتاخذ القراءة من وين؟ من هون، من المحور العمودي الصادات اللي احنا عليه درجات الحرارة، يعني بالمنطق سابع، ماشي مس؟ وهون لو أنا مثلا جبت لك جدول ما بينت لك هاي القيم على مستوى بياني مشان ما أخوفك، وين بلشت درجة الحرارة تثبت مع مرور الزمن؟ شوف 125 125 125، ظلت درجة الحرارة ثابتة خلال 4 دقائق، يعني من الدقيقة الثانية عشر حتى السادسة عشر ظلت درجة الحرارة ثابتة. إذا هون بدك تعرف إنه هاي هي درجة غليان السائل، كويس؟ بدي اياك تعرف وتحفظ شو معنى درجة الغليان، بدي اياك تحفظ شو معنى درجة الانصهار، شو معنى درجة التجمد، شو معنى التكاثف، ومين كل عملية عكس لمين. بدنا تعريف علمي صحيح، يعني بدي اياك تراجع المادة اللي انا شرحت لك اياها على الدفتر وانت نقلتها. بضل عندنا واجب سابع انك تحل اسئلة الفصل. هيها بس عندك السؤال الاول 3 دوائر، وبيجي عندنا السؤال الثاني 3 4 اسئلة فقط. السؤال الاول عبارة عن ضع دائرة، العملية التي ينتقل فيها الماء من الحالة الصلبة إلى السائلة ماذا نسميها برأيك؟ صلب إلى سائل انصهار، بدك تحلها أنت بطريقة رسمية. عند إضافة ملح الطعام إلى الماء تزداد درجة التجمد، هاي حكيناها غلط لأنه بتنخفض درجة التجمد فما دون الصفر. أم تقل درجة غليان الماء، أم تقل درجة تجمد الماء، تبقى درجة الغليان ثابتة. طبعا هي هون درجة الغليان بتزيد، فالإجابة هي أن تقل درجة الغليان. وناقشناه ليش في الدول اللي بيصير فيها تساقط ثلوج دائما برشوا الطرقات بالأملاح لتخفيض درجة التجمد. أي العبارات صحيحة؟ يحدث التبخر من جميع أجزاء السائل خطأ، بس من السطح السائل يقل التبخر بزيادة درجة حرارة خطأ بزيد، يحدث الغليان عند درجة حرارة محددة، نعم اللي هي الثابتة اللي هي درجة الغليان. توجد المادة على حالتين غازية وصلبة عند الغليان خطأ، سائلة وغازية. أنا أعطيكم فكرة سريعة علشان بس تحلوها بطريقة منظمة.
هب أنك وضعت 3 مواد نقية ألف وباء وجيم في أوعية محكمة الإغلاق داخل فرن حراري درجة حرارته 150 مدة من الزمن، وكانت درجات الانصهار والغليان كالتالي: 20، هاي المادة ألف بتنصهر على 20 وبتغلي على 150 بتنصهر على صفر. مين هي المادة اللي بتنصهر على صفر؟ لازم تعرف إنها ماس. ثلج، درجة انصهار الثلج صفر، فمن هون لازم تعرف إنه هذا ماء لحد هلا. هاي هي المادة باء. جيم انصهرت على 220 وغلت على 370. ادرس الجدول 5 إلى 6 وحدد حالة المواد ألف وباء وجيم داخل الفرن. هذا بدك تفكر لي فيه، وراح أشوف كم واحد راح يحل لي إياه. وإذا أخرج المواد الثلاثة من الفرن مدة كافية لتبرد وتصبح درجة حرارتها مساوية لدرجة حرارة الجو، ما الحالة التي تكون عليها كل مادة؟ استخدم هذا المنحنى للمقارنة بين الشكل هذا اللي بدك تشوفه، أوجه التشابه والاختلاف ما بين التبخر والغليان لمادة ما من حيث التحولات اللي بتطرأ على المادة ودرجة الحرارة ومكان الحدوث. بعدين بدك بسؤال 4 تدرس هذا الشكل الذي يبين تغير في حالة مادة باختلاف درجة الحرارة. لاحظ ما حكينا ايش اسم هالمادة. هلا مع مرور الزمن الحرارة بدها تنزل، معناته انا هون عم بجمد في المادة، عم تتحول المادة من الحالة السائلة الى الصلبة، لانه درجة الحرارة شمالها 7 عم تنخفض مع مرور الزمن. يعطيكم العافية.